حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد براشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي اليوم حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في دبي بفندق هيلتون دبي الحابتور سيتي، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي 93. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سعادة عبد الله بن منصور المطوع القنصل العام للمملكة العربية السعودية، حيث نقل سموه تهاني وتبريكات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، معربا سموه عن صادق أمنياته للمملكة بدوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة. وأكد سموه عمق العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد قوتها من روابط متينة يعززها الحرص المتبادل بين قيادتي البلدين الشقيقين.